مشاكل العظام اللي بتيجي للأطفال بتبقى نتيجة نقص الكالسيوم أو الفيتامين دي، وممكن تعمل تقوس للأطفال أو أتب. في أطفال بيبقى عندها تقوس في رجليها، دي most probably بتبقى وراثة، لإما بيقولوا يعني من الحاجات اللي قريتها إن هي بتبقى بسبب المشاية وكده بتعمل لهم تقوس في الرجلين، أو بيبقى overweight. بلس إن هو لما بيكبر شوية لما يبدأ بقى المدرسة والمذاكرة بيجيله بقى الأتب بتاع الكتف. أسمع عن التقوس الرجلين بتاعت الأطفال قبل بقى ما النمو بتاع الطفل بيكمل. في أطفال بيبقى عندها، سمعت إن هي بيبقى عدم الكالسيوم بيبقى قليل في الجسم، بيبقوا مش بياخدوا الفيتامينز بتاعتهم كويس، مش بيتعرضوا للشمس، ما بياكلوش الأكل اللي بيبقى فيه كالسيوم كتير. الكساح؟ لا ما اعرفوش، ما اعرفش حاجة عن مرض كساح الأطفال. من واحنا صغيرين بنسمع كساح الأطفال ده، بس ما اعرفش عنه معلومات كتير قوي بصراحة. بهتم ان ابني ان هو يشرب لبن كل يوم، بعوده عن كده من صغره يعني، ويتعرض للشمس كتير عشان يعوض نقص الفيتامين دي في عظمه. بحافظ على العظام بتاعت ولادي ان انا بدور على الاكل اللي بيبقى فيه كالسيوم، بحاول اضيفه في الطبيخ حتى لو هم مش بيحبوه، زي الفلفل الاخضر بيبقى مليان بكالسيوم، في كذا حاجات، او الزبادي بحاول احطه على السالاد لو عشان يبقى فيه كالسيوم. انا بعمل عشان احافظ على عظم بنتي، او ان يبقى فيه كالسيوم كفايه في جسمها ان هي تكبر وتبقى سليمه، يعني ما يبقاش فيه الحاجات المنتشره دلوقتي زي تقوس الرجلين. اكيد طبعا من ساعه ما بتتولد بتابع مع الدكتور بتاعها ايه الفيتامينز اللي بتاخدها. اللبن بحاول اجيب احسن حاجه في السوق للبن، ان مش كل اللبن في السوق كويس. وبالإضافة ليها إن أنا بحاول أعلم سباحة وجمباز.